واضح جدا من المصادر الإسلامية أن محمد كان يحب رائحة دم الحيض، يحب دم الحيض بشكل خاص يعني. فده رأيناه في أكثر من حاجة وأكثر من مرجع. فمثلا في كتاب الدر المنثور للسيوطي جزء واحد وصفحة 621 يقول إيه؟ أخرج أبو داود عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة: ابن مني تعالي لي. فقلت عائشة: فقلت إني حائض يا رسول الله. فقال: اكشفي عن فخذيك. فكشفت عن فخذي وهي حائض، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه يا حنين. وفي الصحيح البخاري جزء 6 صفحة 2744 قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض، حب شديد وارتباط شديد بالحيض، ثم يقرأ القرآن. وقال أيضا: كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. لعن الله عائشة ومن يؤمن بعائشة ومن يقبل أحاديث عائشة هذه التي تطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه صفة نبي، هذه مر عليها نجاسة، هذه حائض تقول له، يقول وين اكشفي عن فخذيك وجاي مخلي خده الشريف على فخذيها، يعني بقرب الموضع أجلكم الله وصدره وكذا، وأصلا ليش تحدثين بهذا الكلام على فرض صحيح وما هو بصحيح؟ شهد الله كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله، كذبت. تريد تصور هذا النبي أنه لا ما يتحمل وما يصبر مع أنه عنده زوجات أخريات؟ الله أكبر. لا تقول يعني بس أنا ما كان يصبر عني، أنا يريدني أنا، حتى أنا في حال الصيام في حال الحيض متولع بي ما يقدر. زين، وليش تحدثين على فرض صحيح؟ يا أخي عيب شيء بينك وبين زوجك، ليش تتكلمين؟ الله أكبر. والناس ما تأخذهم الغيرة، ولما نطرح هاي الأمور يقولون أنتوا دا تسوون فتنة. الله أكبر، هي اللي جاءت بالفتنة، أنا دا دافع عن نبيي.